اللي عاوزه تشتغل بنساعدها تشتغل، اللي عاوزه تبدا رياده اعمال وبتاخد بنصيحتنا ان هي بتشتغل بنشتغل معاها، طب خدي الشغلانه دي والشغلانه دي والشغلانه دي عشان تاخدي خبره هنا 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 عشان تنفع مشروعك اللي هتجيلي بيه كمان سنه، يا اما بنبدا على طول معاها المشروع. طب كلمينا بقى عن الجوائز العالميه والمحليه المبادره. احساسك ايه؟ بصي اول فرحه دايما بتبقى باول جايزه بصراحه. فاول جايزه محليه اخدتها كان بعد 8 شهور من بيزنسيتا المبادره ان هي طلعت وكان ليها وضع لوحدها، وبعد كده اخدنا جايزه تانية في شهر 10، وبعد كده اخدنا اول جايزه عالميه ودي كانت في 2019، ودي كانت على عالم الاختلاف وان احنا بنعمل حاجه مختلفه بطريقه مختلفه، ان احنا دخلنا السيدات مباشره وحبهم بقى لقلبي كانت 2021 عن 2020، ان انا من 50 سيده مؤثره في مصر لعام 2020. تستاهليها طبعا. ميرسي يا حبيبتي. ايه اكبر تحدي بقى واجهتيه في الاول؟ بصي اقدر اقول ان في ناس ما كانتش مصدقه الفكره، مش مصدقه الفكره، مش مصدقه ان السيدات لسه محتاجه تمكين لحد دلوقتي، وده اللي معظم الاختلاف اللي احنا بنتكلم فيه. والتحدي الثاني ان انتوا تمكين المراه، انتوا اللي مبوظين المجتمع. انتوا فدول كانوا اكبر تحديين، عشان لسه سيدات محتاجه تمكين، مش بالاسلوب او خلينا نقول في تمكين حصل بس لسه سيدات محتاجه تمكين، والتمكين اللي محتاجاه بطريقه مختلفه شويه عن اللي بيتقدم دلوقتي. طب كلمينا بقى عن بيزنسيتا، ايه المشاريع اللي هي بتضمها؟ بصي احنا العملاء بتوعنا من اول طبخ واكسسوار ومنتجات طبيعيه للبشره لحد حاجات بيتقال عليها سستينابيليتي او رياده الاعمال المستديمه. اوكي. زي اسمه ايه ده، مشروع اسمه ووتر ماني سيفر، بيشتغل على ان ازاي البيوت او ازاي نقلل استهلاك الميه للبيوت وللكومباوندز والشركات. ومعانا حاجات حتى في المجال الكرييتيف اللي هو السينماتيك، فمعانا مثلا عميله عامله حاجه حوالين ان هي تعرف تعمل منصه للترجمه الافلام الصغيره، ان هي ترجمها بيتقال عليها ترجمه روحيه مش الترجمه جوجل. أوكي. عشان تعرف تكسب مسابقات عالميه كافلام قصيره. فالحمد لله احنا معانا الفول فرايتي. هل في مشاريع معينه بتركز عليها المبادره دي؟ لا احنا فاتحينها للناس كلها وبنساعد الناس كلها، بشرط تاني ان هي تبقى جايه لنا عارفه ان احنا بنساعدها في مشروعها، فهي اللي لازم تحط 80% من المجهود. طب دلوقتي تم التدريب واختيار المشروع وتقديم الاستشارات، ازاي بقى بتشتغلوا على نقطه التمكين؟ ما هو بندي الاستشارات عشان هي تبقى فاهمه، يعني احنا بيتقال علينا هل احنا شركه مدربه؟ لا احنا مش شركه، احنا مش شركه تدريب ولا احنا شركه استشارات، احنا مش بنعمل استشاره. أوكي. بمعنى ايه؟ انا مش باخد منك مشروعك، بعملك الاستشاره اللي انت محتاجاها وبسلمه لك. انا بعلمك انت في الاستشاره، في الوظيفه بعلمك ازاي تفكري، انت بتشوفي هي محتاجه ايه، بعلمك ازاي تشتغلي كست. فمثلا انا بتحرق كتير عشان انا بفضل من 9 ل 5. ايوه احنا مش احنا ربنا مش خلقنا كده، احنا ربنا خلقنا ان احنا ما يبقى عندنا مشكله افصلي، اصلا انا مش هينفع افصلي، احنا كسيدات بنشتغل كده، ده الفطره بتاعتنا، اشتغلي عليها عشان تبقى احسن. فبنقدر نقول ان جزء منها بيبقى ويل بينج على الاوفر اول ويل بينج، وهنا احيانا بتقابلنا حالات بنقول لها لا بصي بنعمل لك ريكومنديشن، انت محتاجه تروحي لدكتور نفسي، محتاجه تروحي لحد يسندك عشان اللي انت بتعمليه ده، احنا المجهود اللي احنا بنعمله هو مش هيبان غير لو انت بقيتي فعلا كويس. الموضوع مش بنضربه عشان تشتغل بس، لا ده ما كل ما وراء، لا احنا بنقول عليها ان احنا ماشيين معاكي في الجيرني بتاعتك. من اول هي راحة فين عامله ايه. امبرسيف بجد. ميرسي يا حبيبتي. فعلا مرسي. يعني وعاوزه اقول لك ان الخدمات والحاجات دي كلها مش عن طريق بيزنسيتا لوحدها. احنا مش بنشتغل موديل اسمه سويس نايف، يعني مش بيزنسيتا اللي بتقدم ده كله
من خلال بزنسيتا. بزنسيتا بتقدم ده كله من خلال شركاء كتير معاك. فمثلا انا معايا ليجل بارتنر هو اللي شايل عني الشق القانوني، معايا فاينانشال بارتنر هو اللي شايل عني الشق المالي، معايا كذا دكتور نفسي وكذا حد بنرجع له. واحنا حتى في بزنسيتا الاسسمنت اللي احنا عاملينها بيتقال عليها حاجه اسمها سايكوماتريك، بمعنى ان هي مش درجات في امتحان، هي بتعرفك اكتر عن نفسك وبتعرفني عنك. فمثلا ممكن يبقى اتنين جايين لي شكلهم من بره نفس المشكله، بس دي عندها مشكله غير دي، فواحده عارفين نمشي معاها عادي، تانية بقول لها معلش لازم تتابعي مع دكتور عشان تتقدمي، معلش الامانه بتقول ان انا لو اشتغلت معاكي لوحدي كبزنسيتا في مشروعك برضو مش هينجح، عشان انت بتدخلي في نوبات اكتئاب او بتدخلي في نوبات كذا فبتفصلي فجأة فما ينفعش. بتلاحظي طيب الفرق فعلا قدام؟ طبعا يعني طبعا من طبعا كل خطوة طبعا طبعا. حسي بايه بقى؟ بصي كفاية لمعت عينيهم، كفاية كلمة ان انت غيرتي لحياتي، كفايه يعني احنا السلوجن بتاعنا دلوقتي بقى الجو تو بلاتفورم فور من ان بزنس. احنا ما بنعملش تقريبا اي نشاطات تسويقيه، احنا السيدات من كتر ما هما مبسوطين معانا هما اللي بيقولوا لسيدات تانية تيجي معانا وتشتغل. كفايه كلمه مثلا ان انا كان بيتي هيتخرب وتحل، فاهمه قصدي؟ اكيد. فهو ده اساس التمكين، ان انا بديكي هويه عشان ما تبقيش فاضيه لجوزك تقولي له اتكيت على السين النهارده ودخلت قلت صباح الخير او مزنوقه في فلوس. لا، هو انت ليكي كيانك، ليكي وضعك، ليكي حياتك. مش معنى كده ان انت، وده اللي احنا من ضمن التحديات بقى، ان انتوا اللي مبوظين المجتمع وانتوا، لا، هو احنا تمكين المراه عمره ما بيجي على حساب بيتها ولا شغلها، ليها شخصيه مستقله عن البيت. بل بالعكس كنت لسه هقول ده تمكين المراه لازم يبقى داخل او متسلسل في بيتها وحياتها العملية، عشان ده الحياة.